متابعين مشاهدين شوف تي في احنا مثلا اليوم فات دابت المباشره يعني بعد ما صورنا مع السيده اللي تقول بان الزوج ديالي خاني لف رزقي لف داري. هضرات البارح وجات الرساله للمحسنين المسؤولين يعني بعد ما خرج فيديو تيقول بان الهضره ديالك كامله كذوب. اليوم احنا كنتواجدوا بالقلب ديال المنزل وغتعطينا يعني التصريحات شنو كاين بالضبط وشنو واقع. السلام عليكم لالا. السلام سيدي. السلام عليكم. سمعتي بعد يعني الاتهامات اللي خرج بها الزوج ديالك تيقول بان هادشي هذا كذوب؟ كذوب هذاك الشيء. علاش عيطت لكم تجيو عندي باش 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 نجاوب على هذيك الهضره اللي قال؟ هذاك الشيء اللي قال كامل كذوب، تيكذب عليا. انا كون كنت دايره هذاك الشيء ما غاديش نعيط لشوف طيفي وما غاديش نبغي نتشوه، غادي نمشي نكمل على الطريق ديالي. و... لان شفتي باش نجيو باش نشوهو السمعة ديال شي حادث. لا لا سيدي، يعني انت واحد الانسان اللي مشاك حقك. مشى ليا حقي. جينا باش نوصوك السوسم ديالك كذلك هو من اللي يعني اتصل من حقه حق الرد، عطينا رد وانت اليوم جيت تكشفي بعض الامور اللي هي ما كايناش. اييه سيدي اييه، انا جيت انا مضروره. علاش عيطت لكم؟ حيت مضروره وعيت عيت ما نصبر. انا هذاك السيد راه كذب عليا، هذاك الشيء اللي قال راه ما كاينش. انا تيقول لكم طلقت طلقاتو مشات بحالها، انا طلقت راسي حيت عييت ما نصبر، كنت مقهوره وتقهرت، عييت ما نصبر، تقهرت بزاف. السيد ما خلانيش عليه، ما عمرني عشت مرتاحه معاه، كان ديما تيتكرفس عليا وكان تيضربني، وعائلتي ما خلاش عليه في التيقار، يشرب قدام الوليدات، يشرب قدام ولادي، حاشاكم يتعرى، كيولدات امه قدام الدراري، يبغي يدير معايا شي حوايج خايبين قدام ولادي. انا وليداتي راه باقين صغار ما عارفينش من مصلحتهم، انا اللي امهم، انا اللي امهم نعرف المصلحه ديالهم. اللي تيقول لك البنيه هربات وجات عندي حيت هي كدير وهي كتفعل، لا بنتي حيت انا خايفه عليها، نقدر نغوت عليها، نقدر نضربها وهي يسحب ليها راه ما، ولكن لا انا نخاف على بنتي. ما نبغيش، كاينه شي ام اللي ما تبغيش ولادها، كاينه شي ام اللي تكرفس على ولادها. حشومه هادشي اللي قال فيا كاع، ضرني خاطري اكثر من اللي انا كنت مضروره. انتي كنتي باغي توصل الصوص ديال كل الناس القضاة تجي ياخذوك حقك. انا بغيت حقي، انا مهما عيطت عيطت لكم حيت بغيت الناس يوقفوا معايا، وتقهرت وتقهرت وبغيت اي حقي. انا ما كنطالبش حتى شي حاجه، بغيت غير حقي. شي حاجه ضربت عليها تماره وتعبت عليها وضيع عليا من بينات يديا وحشومه كاع، انا بغيت حقي. يعني بان لك تعب ديالك. صبر سيدي وسي مع الحاره والحلوه. 13 عام 13 عام ديال الزواج والحبس على من دوزو. واخا الحاجه خاك حنا عندها يعني كما يعني قالك الباح بان يعني تم يعني دوز واحد العقوبه يعني بعد ما اتهمتي انت واحد الاتهام بانه دار واحد يعني كما نقولوا. انا ماشي سيدي اسمح لي، انا ماشي غادي غادي نكذب عليه، ماشي انا حمقه. ما عندي الدلائل، هما الوراق، ها هما تبسل على امي، ها هو التسجيل، ها الارقام ديال التسجيل. واش ها انا دايره غادي نظلمك؟ والمخزن غيظلمك؟ المخزن ما غيظلمكش، ها الارقام ديال التسجيل، ها المحضر، ها هو المحضر ديالو باش على العائله وعليا، على الوالده ديالي طمع فيها. ما كنبغيش نهضر، هو عائلتي كامله ما خلاش عليه في التيقار. عائلتي ما تجيش عندي ضايفه، حرموا عليا زعما هذيك صله الرحيم يجي عندي من شي حد من العائله، ما كاينش. باسل بزاف، باسل وتكرفس عليا بزاف. وانا دابا شنو كنطالب؟ بغيت غير حقي، ما باغا حتى شي حاجه، بغيت غير حقي. هو يتزوج ياخذ حتى 10 العيالات، ماشي شغلي فيه، ما سوقيش فيه، انا بغيت غير حقي. هذاك السيد النهار الاول خديته ما كيملك حتى شي حاجه غير انا وياه وربي، وعشت معاه في البراكه وصبرت معاه وكافحت معاه وتحرمت من الطفوله ديالي، حياتي بحال حياتي عطيتها ليه، عمري. كرفس عليك، مرتي مرتي في راسك وليتي ترعبي، وليتي مريضه، راه خاصك شباكه راسك، خاصك تداوي راسك وخاصك سكانير. الام ديالك يعني ترعف، انا دابا مريضه، كل مره راني في كيشيروا فيني يجري بالدم، كنرعف وما عنديش حتى باش مرض ليا بنتي.
متابع الكرام، يعني كما كنشوفوا الحاله ديالي انك كتهضر بواحد العصبيه، كتهضر بالفعل اللي غنشوفوا الام ديالها. السلام عليكم. السلام عليكم. بنتي مرضه، مرضه براسها، مابقاتش تتعقل، مابقاتش تعقل حتى على ولادها ولا عليا ولا حتى شي حاجه. بد مرات بنتي بداك الضرب اللي كيضربها راسها، وبداك الاحتقار اللي كان احتقرها، ودابا كيبان لكم في واحد السيفه اخرى ورا مجرم. حاجه البارح سمعتيني، البارح تيقول بان الكتوبه هو اللي كيشري من الوليدات، وكتشريهم مش كتاتهم الدوله، هي شرت من المدرسه، المدرسه اللي كتعطي مكتوبه المدرسه. تقولي انت واحد الحاله اللي يعني الام ديالك هي اللي واقفه معاك. ثلاث سنين وما تيقراو عندي، ثلاث سنين هما تيقراو عندي هنايا حدايا في المدرسه، وانا اللي هزاهم. ما كيتفكرهمش دابا كفوا يجيبها لهم، عمرو ما تفكرهم ولسه قول فيهم. دابا حوزهم على النفقه، حوزهم. شوف تطلقت بنتي، تطلقت بنتي، اكسبهم بالفلوس، اكسبهم بالطمعيه، وليت تهلا في الولاد ووراهم الحنانه. مالو ما تهلا فيهم ثلاث سنين؟ مالو ما كان يسول فيهم ثلاث سنين وما عايشين عدي، ما كيعرفهم ميت ولا حي ولا واكل ولا شاربين ولا باركن ولا هي اللي مسكينه تمشي تخدم في القهاوي وتكلفط وتجيب ليهم ما ياكلوا وتكسيهم مسكينه، وتكسي مع من الحوايج البالين، عاد تعافر معاهم ونعاونات انا باش ما يقسم الله. سمعنا البارحه منتي، ودابا هو عاد بانوا لي الدراري كل شيء، هو حتى هو ما باغيش الدراري، ما مرادوش في الدراري، بيه الدار، بيه ذوك الحيطه اللي مسكينه استفدت معاه فيه. سولنا على الدار، قال الدار ما في سميته باقا. لا ها هما الوراق، ها السميه، ها كاينه الحجوج، كاينه الوراق، راه كاينه الاوراق، وراه تسول على راسها، راه ماشي انا اللي كتهضر عليها هكاك. هذيك البراكه اللي استافدوا منها اللي هما في هذيك دار العمران، واش هما مشاركين فيها بجوج؟ مشاركين فيها بجوج، على حساب الاولاد، الاولاد الاسره، كيعطيوها هما الاسره، كيعطيوها للاولاد الاسره. والوالدين زعما هما اللي خاصهم يحضنوا على ذوك الوليدات. الساعيات ما تصبر معاه. رجع الناس هنا في روسهم، رجع كثير كنت نتعذب معاها، انا كنت كنتعذب معاها، بحالي انا عايشه معاها، انا عايشه مع بنتي كنتعذب معاها، سمعتيني، تعذب مع بنتي عايشه معاها، هي باركه معاها وانا خايفه، عمرني ما ارتحيت، مرضت، انا مرضت، هي معاها وانت نقول شي نهار يقتلها، شي نهار يذبحها. ديما نهز على جنوي طارده في قدام عباد الله في الزنقه، طارده بجنوي، مالو ما تقدمتش مع الجنوي، تقدمت مع الجنوي في المحكمه. جنوي وقرعه ديال الشراب تيقول لي شربي معايا. اوو تيبغي يدير مع شي حوايج ماشي تلهيه. شربي معايا. اش نقول لك، عينا ما نصبروا، وهذا السيد عينا ما نصبروا معاه، وما بغاش يراعي، لهنا يتبدل، لهنا يتبدل، لهنا يتبدل والو، تشد في الحبس، تشد في الحبس عليا، وقلنا غادي يخرج وغادي يتبدل. حيت علاش تحرش بالعائلة؟ وتيقول لي أنا الهضرة، وتيقول لي أنا الهضرة الخاسرة، وديما مطيح بيا وديما تيعيرني. وأنا ماشي في ذاك الوصفة اللي كيقول فيا أنايا، ماشي في ذاك الوصفة. أنا الصالة والدين. وراس يقولوا عليا الناس، وهم راه سيدي حيا كلهم تيعرفوا مجرم ومعدي على بنتي اللي لقاوها، يقول لها انت هذيك الدريه تكرفص لك عليها وبقى صغيره، وشوف شنو داير فيها. قلت لها ودي خليها تصبر على وليداتها، انت علي الاخر وليت نقول بنتي شي نهار تصبح ميته، مالا بنتي واخا تجي عير شي عير طلب وتسعى وتجي لعندي وتعيش معايا. كيصوني عليا في الليل وتيدوي معايا، تنقول اش بيني وبينك، انا راه في عوض امك، انا ما تحترمني لان عائلتي اختي راه كانت غادا توصل لخوتها وغادا تدعي وتبقى تعورت بها امو، بقات تعورت باختي، قالت لي سمحي لي هالخطره ما بقي يعاود، ودوات معاه اختي بيدها بغات تلحقوا المخزن، تحرش بخالتها
تحرش ببنت خالتها. لا ديال خالتي جابك جات خطها جات خطها 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 جات بنتي عند خطها جات بنتي عند خطها ومحترمه تقول لي راهي لقى النمره. قال لي ديري لخالتك قال لي يلا راهي لقى النمره تبينو بينا تعطي النمره. هادشي كامل وكيوري في راسو هو باري واحد انسان مربي واحد انسان مخلق هو والو لا شيء والو لا شيء. كون كان الخير يديروا في ولادو يتهلا في ولادو. هاد الولاد دابا عاد بانوا ليه لي 3 سنين وما عايشين معايا ما كان يعرفهم ساكن ميتين ولا حيا. تتحسبت النفقه عاد تفكر الدراري عاد حوزهم ليه ولادي عمرو وعاد ولا كيطمع في الدراري ولا يتهلا في الدراري ولا تحلم وقاسين. سمعتيني 3 سنين فرقوني ولادي 3 سنين تيقول لك العطله قلت لهم ما تنبغيش نحرمهم 3 سنين هما تيقراو عندي انا امهم وجداهم تيقراو عندي 3 سنين وبنتي مسكينه تكلفت في القهاوي خدامه عليهم. الرساله شنو القلب انا راني انا كنت باغا ندير نسيب زعما في عود ولادي وكثر من ولادي ساعه ما صدقش عياو الناس ما يدوه معاه عياو ما يحضروا فيه دوت الله فيها راه باقي صغيره صغر منه خذا ما عندهاش عقل خاص الرعايه خاص هو يعتني بها خاص هو هذيك عندها 16 عام ولا معاها 15 عام تزوج بها باقا صغير اه تعدى عليها تانيك لاله دماغها كانت تقرا دوخها ناخذ من عندها شويه. يعني تفرجتي في الفيديو اللي بعثت التصريح تيقول بانك انت ما كتبيعيش الخبز ولا هذه في حق تيقول الخضره وتيقول التقاديه كنهبطها ناري وعقدو عمر سيدي ما دخلت لك شي كركوب ولا شي قفه من كذوب اش عندو من دي انا ميته بالجوع اش عندي ما نعطل دارنا ويدير اللحم في الصبار اللحمة يخشيها في البوط يجي لي من وسط البوط يخرج يقول لك هاك يطيب العشاء هذاك راكم سير المرض سمعتيني هذاك راه مرض هذا بالنسبة لك ما قالك الشكايط والكسوفة كتعطيهم لي سميتو المدرسة 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 اللي تتعطينا الكتوبة الدولة تتعطينا الكتوبة تيبقاو لي غير الدفاتر تنشريهم ليهم. بالنسبة للشقة اللي يعني تي يعني المهم هذوك الاتهامات اللي تتفرجي فيها برا يعني شوف تي في شنو تيبان لك فيه؟ تيكذب عليا حقه وتحكمت تيقول لك تصاور وشي حاجة أنا شو أنا تحكمت لي النفاقة طلقت تحكم لي طلاق 13 في شهر 4 حيت انا ما انا مجوجه ما انا مجوجه ما انا مطلقه معيشه مقلفطه على ولادي معيشهم غير انا ما تيتفكرهمش هو يلا حاضر القرعه والكاس والعيالات وحاليا الناس تيقولوا لي دابا تيقولوا لي ما كانش اللي خرج عليه قد العيالات. لا لا ما كي وانا نحصل غير حصلني هذيك الساعه يجيب لي البوليس هذيك الساعه يشدوني هذيك الساعه الجيران كيقول لك كندخل الدار يجيو الجيران يجيبوا لي البوليس دابا كيبري راسه خوتك ما كتقديش تخرج انا دابا والله ما نخرج ها هي ها لابسه محترمه خوتي انا خوتي الصلاه والدين ما بغيتهمش كاع يسيقوا الخبار لهذا الشيء انا دابا انتم بالكن حاليا وانا خايفه خايفة على ولادي يعير هادشي يقول لك لا يعني خايفة تيبغوا محترمين حساس بالحقرة حساس بالحقرة حساس بالظلم حساس أيوة كتسمع سيدي راه الحقرة تانا محقورة معاه تانا عايشة معاها بالحقرة لا باش تسمع سمعتيني عايشة معاها في الحقرة أنا بيدي مرضتني بنتي ذاك الزواج ديالها كله بحال إذا قزتو معاها أنا فواحد الرعب هي معاه وأنا فواحد الرعب ما نعاودش لك عليه ما نعس نبقى مفزعه نبقى خايفه ديما انا من جيت بنتي مازال ملي جاب الله هذا السبب وطلقت وخرج لي نيشان ولا احتقرنا وطيح بينا وبغى يطيح بشرفي وشرف عائلتي راه بنتي طلقت على الرجل صبرت تعيات طلقت انا على هذه الحاله وراه مو في راسها كلشي وعائلته وفي راسهم هادشي اللي كيدير لينا كان يعني ملي كان في السجن هي اللي طلقت راسها براسها هي اللي بغات تطلق انا ما طلقتهاش وطلقت الخاطره
اللي عايشة فواحد الحالة هاد الجنوية باغي يقتلها قدام ولاده، واش باغي يذبحها قدام ولاده؟ لما تكون غادا في الزنقة تيكون جايعة واحد دايز من حدايا. يعني شوف راه طلقتي راسك بعد ما كان هو في السجن، واش بغاني نزيد معاه مني ما بغيتش نبقى نعاودها؟ فين غنزيد علينا؟ فين غنزيد علينا بالسجن؟ اجي مني كيجيب لي الراجل ويسكية ديال الشراب ويقول لي شربي معايا وهذاك الشيء اللي غديروا معايا وحده اخرى في الزنقه وشربي معايا تيا وديري معايا وديري معايا شي حوايج خايبين، فين بقى لي نزيد؟ انا تنكون ناعسه ونبقى نتخشع هوك هوك، دابا تنكون غادا في الزنقه تيكون جاي من حدايا شي واحد تنهرب تنخاف، تيكون جاي من حدايا تنخاف ما تنقدش غادا غادا نقرضك اه تيقول لي غنقتلك، تيقول لي غنقتلك غنذبحك عمرني كنقسم فمي بالله عمرني ما عشت شي نهار زوين معاه، معقل عليه بغيت عيش شي حاجه زوينه تغطي عليا هادشي اللي خايب ولدت في العذاب مثل نفست مزيان قالت لي مسكينه بغيت شي، كنتوحم كنتوحم قلت لي بغيت شوا وجاتني حشومه بغيت شوا تيقول لي واخا واخا، النهار اللي النهار اللي جاب 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 الفول جاب الفول وحمص طيبو هاري قال لي قلت لي جيتي لي مع الدخله فرحانه وكنتسنى في الوقت غيجي ومسخنا لي الماء باش يغسل بغيت شوا جديه ومشيت حداه قلت لي فك ريحه الشوا جيتي لي الشوا، قال لي اه جبت لك شوا، هو تحنا القفه وجبد لي الحمص طيبو هاري والفول، قال لي واش شوا وحاشاكم تنفس عليا، قال لي واه الشوا قسما بالله ما تكذبهاش وقالتها لي وقالت لي هاني بلا ما تقولي لكم قالت لي وقلت دار يا حسره واحده طلعوا ما يقولش دار لي واش دار لي، قلت لي انا دعيت الله الله وحده وشوف فيه هو اللي تخلص منه، ومو بيدا ضربتني تعيت صوتتني تعيت، والنهار اللي رقدوا على يديها بجوج راه ناضت منا رقدوا على يديها بجوج صوتتني ضربتني ثلاث ايام ما دازتش رقدت شدت الفريش ومازال ربي ياخذ فيهم الحق وانا تنطلب هادشي كامل هادشي علاش على خالتي مني ما بغاتوش قال لي نوضي حطي عليها باطل قول لهم خالتك كتخرجك، قلت لي لا ما نديرهاش مي اه ميت ليها الراجل مسكينه ميت ليها الراجل عندها بناتها مجوجين حقا وتيقول لي في البريرك تيقول لي ما تسديش الباب خلي الباب محلول ما تسورتيش تيكونوا البزنازه دايرين زين ولا شي حد يدخل يقتلني انا وولادي، تنخلي الباب محلول وتنبقى تا واحد الخطره جا وهز الكوافوز وضربني به. ملي بعد المشاهدين اللي التحقوا تيقولوا اش وقع اش وقع المهم عاودي ما تيتسدش ليا الباب. ملي تزوجتوا كيفاش كان هذاك كيفاش دوزتوا ديك العلاقه هذيك المده؟ من نهار خذا عرفتي الواد حاشاك ديال الواد الحار غطسني فيه الحلال ما داروش غطسني فيه ما دار بها العرس مسكينه ما دار لها حلال لا والو ما درتوش العرس والو ودابا دار العرس لا ما دارش ليا العرس جات عائلتي جابوا الغدا وجابوا الغدا وكلشي وجاو شافونا الحب عن الصداقه كيفاش تزوج وهو على ما يعني كيما قلت اه انا كنت قصيره اه صغيره جواج عنف يعني بعد ما يعني كما قلتي دوزك العذاب كبر بزاف راه سيدي حيات زعير كلها من طرف حتى للطرف عارفين اني كنت مكرفس ورمضان رمضان الناس تتفطر وانا نوجد الفطور مع الفطور ينوض نهرب نشد القنات ما نبغيش حتى نهبط لدارنا ما نمشيش عندهم نبقى شاده عقنيه وتيجبروني العيالات مخشيه في القنت ومالكي ومالكي الصقعة مازال ما بغى يحشم هذا عباد الله كلهم عارفين الحاله ديالي كلشي كلشي دابا يقدر يكذب على الناس اللي من بعد ما عارفينوش والناس ديالنا راه ما نعرفو بحال وحده البارح كتقول انا كذابه هذيك راه بنت خالو وكانت معاه وحصلتها معاه اه وما بغيتش نجبد سميتها حتى تقول لي الكذابه اه ما حشمتيش اختي انا وليا وانت وليا تكذبي عليا يا اختي والله يجيب لها حتى شي حد اللي يدير اكثر منه انت اتصلتي بها شوف تي في باش توصلي الصوت ديالك انك مقروحه وقلبي عامر والله يجازيكم بخير وجيتوا سمعتوا الصوت ديالي مشاك الحق بغيت حقي اه
انتي كطالبي بالحق ديالك اللي هو السكن شحال مقاسين معاك لان مشينا البارح لقينا البنت مع الحد وبنتي يلاه دابا يومين باش عندهم الغرض بها البنت كتشكر يعني قالت انا مرتاحه مع الاب ديالي وبنتي عندي التسجيل ديالها شنو قالت لي هضرت معاها انا مكتوبه شراهم لها لا والله ما شراهم لهم قسما بالله ما شرا لهم شي حاجه ها الطابليه شكون شرا لك الطابليه هضر انا ايوا والكتوبه شكون اللي كيشري لكم الكتوبه نيشان ما تخافش منه ما كيشوفكش واحد المره راه جا هنايا كانوا باركين معايا كيقراو وجاي يدق عليه وقال لي بغا نشوف ولادي والدري ركبته سخانه وشفت حتى اللي قاعد حتى الليل بغيت هاد حيت انا مكرفصه بالخلعه ديالو بالخوف ديالو وخاصو هو راه دارهم دارهم يجري فيها عود دارهم قدا قداش امه باغا هذيك العروسه وراضيه بها وباغاها كيما كانت وانا وانا فين غنمشي انا ولادي ها مني باغا شدي ولدك وشدي مرت ولدك وخليني انا نمشي لداري راه انا اللي ضربت عليها تماره وداري هذيك وما غاديش نسمح في حقي عاطيها لينا الدوله والله ينصر سيدنا والله يخلي سيدنا والله يخليك لينا والله ينصرك لينا والله يبعد عليك ولاد الحرام يعني انت دابا خرجتي الفيديو كطالبي السكن ديالك لان كاين مشكل اييه ضربت عليها تماره بقى فيا الحال شتي انا بقى فيا الحال ما بقاش فيا الحال جات عليا مرا بقى فيا الحال مشى ليا رزقي ضربت عليه تماره وكفرت عليه وانا صغيره ما بقاش فيا الحال علاه مع مساكين العصا وهاربه في الليل اش بقى في شنو اش علاش انا كون كان معايا مزيان ما دابيا نشربوا كويس ساعات خبيز ونضحكوا ونلعبوا يعني انا ها هو عرقه هو خارج ليا دابا من هنا من راسي وراه ترعف واشطيط وكل شيء ما يقدناش والو تن ندير هكو قسما بالله ما نكذب علاش شي حاجه هضرتي معايا الصباح على شي حاجه علاش تقول لك شنو قلتي ليا انا ما بقيتش عاقله نسى انا ما بقى عندي والو في هاد الدنيا انا صافي صغري وحياتي كل شيء قضيته معاه مع واحد ما تيستاهلش كون عا كان يستاهل هذيك التماره اللي ضربتها معاه انا حاجه وحده اللي كنطلب دواء دابا غير وليداتي بغيت وليداتي ونموت على وليداتي ونحماق على وليداتي وباقا صغار ما عارفين والو باش يحرض ولادي ضدي لا انا ولادي ونموت عليهم الفلوس قال لي ما نعطيكش الفلوس قال لي نعطيهم ونغويهم وكل شيء وما نعطيكش تي تي والله لا قال لي قلت لكم البارح شنو تيقول لي كلمه خاسره والله لا ديتي قال لي ندوز حبس دغون النفقه ديال باقي ما توصلتيش فيها باقا والو شهرين شهر ونص باقا تمشي المحكمه كنمشي وقال لك جابوها البوليس هو داكشي فيه تجرجر داكشي علاش انايا درت شوف طيبي درت النداء البارح الناس يعني القلوب الرحيمه القودات باش يوقفوا الملف ديالك اي بغيتو يتسالي عليا عييت من هذا المرض بغيت دغيا نرتاح بغيت نرتاح ما بقيتش بغيت الصداع عييت عييت بغيت ارتاح وعييت عرفتي عييت كل مره المحكمه كل شيء ولا تعرفني في المحكمه كل شيء كل نهار كل مره غدا المحكمه كل مره كل مره صافي وما خطاكش بريكول عاد شي مرا تنخدم تهمك البارح تهمك البارح قال لك بان ملي مشى السجن هزيتي شي بلازمات شي حويجات خرجتي والله ما هزيت شي حاجه جيب هذاك المخده اللي كان البارح امك علاه جيب بحالها وفراشي بقى تما سمحت بكل شيء واش تي فراشي بقى تما هو اللي تجهزت به المره الثانيه هو اللي تجهزت به المره الثانيه وفراشي يا عباد الله فراشي وغطايا وكل شيء بقى تما هي كانت ناويه قسما بالله ودايره به شيكايا حوايجي وفراشي بقى تما هي دايره ترجع لدارها ما هزت منها حتى حاجه ناويه حقه وتيقول لك هي اللي خرجت انا راه واخا طلقت قالت لي بوت نبات هنايا في حقي النص ديالي غنعيش فيه واخا ما عنديش تنخاف كنتشجع ولكن غلب عليا سدوا عليا في البيت هو وهذيك اللي جاب سدوا عليا في البيت قال لي حاشاك هاد البيت مني تي غندير لامك الحبس قال لي الحبس غنعيش امك فيه ها حاشاك ديري فيه والطواليط فيه اه الطواليط فيه وكولي فيه وشربي فيه ورمضان قسما بالله وصايمه ونلوحوا الفلوس نصيفطوا دغيا نسد كنهرب دغيا نسد الباب تنخافوا يدخل عليا ويبقى يعطيني الراس انا مابقيتش شحال نكون عا كان يجي ويقتلني نيشان ما نتعذبش تيبقى يعطيني على الراس الراس مابقيتش قاده تنقاتل على راسي
بقاش نعن ولات ترعب دابا كنا بحال ما هكاك نموت شهيده حيت انا مظلومه ومحقوره ونموت شهيده الموت فرض علينا ما ندخلوش من ما نخرجوش من هادشي ولكن اللي كيبقى فيا هو داك العصا اللي تناكل ما نقدش عليه صافي لحمي مبقيتش تنقد على لحمي وعلى تيضربني بزاف دابا انا ما عندي حتى شي مشكل ما تيتعدى عليا حد خوتي مساكن ما تيتعدى عليا حد الناس محسنين والناس محسنين اللي في قلبهم الرحمه انا دابا كنطلب بنتي كنطلب دير الشباكه الراسه دابا بقى شاقله مسكينه شي تعقلوا لي شي ما تعقلش عليا ورا مرضت ليا في راسها ورا كتلعب تيدوز من الاخر بالدبيات قوادس مرضها في راسها كان يظل يضرب فيها على الراس على الراس باش ما تبانش الضربه باش ما تعيش باش ما تمشيش للمخزن مسكينه والدعيبه كتصيب ما توري الراس راه مدغدغه هذا راه مجرم كفر بالله عدو وتيبان لكم راه باري باري هو راه تعدى علينا وعلى العائله كلها واسره طيح بينا بشرفي وشرف عائلتي ولادي انايا كنحترم ولادي وما نبغيهمش يسمعوا هادشي وماشي هما هو ماشي ديالنا ماشي ديال هاد العائله ولي سلطوا علينا سيدي ربي ما عندي ما ندير انا قصيت مع بنتي وتعذبت مع بنتي والعيشه اللي عشت فيها بنتي عشت معاها اي حاجه تتوقع تتلحقني تنحس بيها والبيت بيت ما حنا تطلع النهار نشوف بنتي عاد نقول الحمد لله بنتي صبحت حد كل ليله كنجي سكرت نقول غادي يذبحها غادي يقتلها شنو تجينا اخبارها دابا بنتي كنطلب منكم والله يجازيكم بخير والله يخليكم والله يطول عمركم والله يخلي سيدنا الأسرة العلوية بنتي مريضة ومرضت فراسها هو اللي مرضها هو اللي خرج عليها ودابا كنطلب من محسنين وسيدنا يتعاونوا معايا وبنتي تشد تدوز على راسها دير شبكة أنا ما عنديش وتانا شد الدار شد البرد معاه بالكريدي تانا تنخلص شهرية وكنبيع الحوايج في السوق تنبيع الحوايج في السوق الاولاد واحد ما خدامش كاع مسكين هي ما يقلب على الخدمه باقي ما جابش الله هو اللي معايا نوبه خدام نهار يخدم شهر يبرك وانا تنخلص الشهر عاد نكرد منه ونجمع منه تنخلص الشهر شهريه ما عنديش باش نداوي بنتي ما عنديش باش والله يجازيكم بخير بزاف ما يتقال ورا القلب عامر ورا داكشي اللي عاشت فيه بنتي بحال اللي عايشه معاه انا في الدار داك كون من هو وقع ليها ورا الزنقه وسيدي حيا ورا سيدي حيا راه سيدي حيا كلشي في راسهم هاد الحاله اللي عاشت فيها بنتي كبير وصغير مره راه تا كانت معاه في الشقه في البرط ما كانت غادي تلوح راسها من الشرجم ومشات للجدار ما يقعد مشاو ليه عذاب الشطيط وماشي هي انا دوزت مع بنتي عشت مع بنتي وتانا مرات ولا عندي الطانسيو ولا عندي السكر باش من ديك الحاله اللي عايشه بي بنتي بالرعب اللي عشت فيه خايفه على بنتي بنتي دابا مرضت في راسها ولات كترعف ولات تتخلعني ملي كترعف ولات تحط الحاجه ما تعقلش عليها داكشي اللي داز عليا اللي عاودت عاوداتو واللي ما عاوداتو مسكينه راه حقنا عند الله والله يجازيكم بخير والسلام عليكم والله يحفظكم والله يخليكم وتفكرونا ولا تنساونيش وهذاك راه كذب على بنتي راه داكشي ماشي هو الواقع وداكشي اللي قال لكم راه ما كاينش في بنتي واخا تورط في الرساله الاخيره يعني بعد الرساله الاخيره يعني ام ديك في صدرك واحد الفرقه ام اللي مخلوعه عليك ام اللي قصاص معاك وبالصح ماشي كذبت شنو الرسالة اللي غتوجهي للناس المسؤولين المحسنين وكذلك الزوج يتهمك بهذوك الاتهامات ولا هي الله محمد رسول الله هادشي اللي غنقول انا راني كلشي شركتو معاكم كلشي شركتو معاكم كلشي قلتو ليكم تقدر اي تقدر شي حاجه تنسى ليا تقدر شي حاجه تقدر شي حاجه نقدر نكون نسيتها ما قلتهاش اللي قال لك جيب لي انا التقدير انا محتاجه ليه عمرو 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 جاب الوالده ديالي شي حاجه عتيكذب عتيكذب
عرفتي يقول لكم معايا 3 سنين جاب لي الاولاد هو بعدا هو عاد فهمت ليه تيقول كنحترم هذا المخزن وهادي هو بعدا هو تيسب المخزن وتيسب الدوله هو داخل سياسه جاوبو خنشة شدوه واحد 15 يوم تيعير في السياسه اليوم في اتهامات اللي هذاك الشيء تيبقى يعني حياته الشخصيه حنا اليوم جينا باش ترجعي على ذاك الكلام اللي قال عليك بانك تدير ديك تيكذب وبنتي شوف ولادو عاد بانوا ليه ولادو شحال هادي فين كان شعرش معك ولاد بعد ما وماشي انا ولادي ديما معايا ما نفرطش في ولادي انا ودي من كثير معانا كيحرشوها دابا خليتهم هاد العطله دوزوا معايا الاخر في العطله فهمتي ما تنبغيش حقه هما هو كان معرس داير العرس والدراري يبكي وبغينا نمشي وبغينا نمشي مع العرس قلت لهم انا ما نحرمكمش حيت انا كبرت يتيمه ما بغيتش حتى هما نحرمهم من الابوه قلت لهم سيروا شوفوا بواكم طلعوا عليه ماشي مشكل العطله هذه سيروا بدلوا الجو شوفوا صافي صيفتهم لقاوهم معرسين تان عيطت قلت لهم واش هذا قال لي قالت لي صونات عليا مدام ديالو وقالت لي علاش تصيفطي الدراري ما تصيفطيش الدراري ونقز هو خد التليفون قال لي ما تصيفطيهمش علاش صيفطيهم زعما يحرموا علينا العرس قلت لهم راه الدراري العطله هذه بغاو يشوفوك قال لك لا ما تصيفطيهمش لينا صيفطيهمش انت متبعه القضيه ديالك عند المحكمه ما تصيفطيش الدراري الرساله اخرى تمشي للناس القضاة وتقدر شي حاجه تنسات ليا وتكون فهمتي رانا ولكن ما ننساش ولادي وحقي ننسى في الهضره قلبي ما كيشدش بزاف حيت عمر صافي اما وليداتي وحقي ما ننساهمش ما ننساش وليداتي وحقي والله سبحانه وتعالى ربي ديما حاولتي تنسي داك الشيء في قدرات اللي كتنسي بزاف وليت مريضه وليداتك ما تنساهمش راسك ما تنساهمش نحماق على ولادي هما اللي عدي في هاد الدنيا بغى يحرمني حتى من وليداتي دا السيد دا الدار والنفقه ما بغاش يعطيها وبغى يدي ليا حتى ولادي هاد السيد شنو بغى مني اش بغى عندي وتيتهمني هذيك التهم اللي كيت موت في دوز يعني القضيه اللي دوز حقا نقول لك راه تنقول لك نسى قلت ضرب الحبس على شي حاجه راه ما كنحملش تنقولها ها هو عندي الدليل وها هي عندي صيديه وفيها بنتي دابا اللي تيقول لك هربت وجات عندي هي بنتي هنا تتهضر فيها الصيديه والشراب عران ديال الشراب حاطه وتتقول لهم هات الشراب هذا حنا ما بغيناش نبقاو عايشين مع بوانا وبغينا دارنا بغينا يعطينا باتساع بغينا يعطينا باتساع دابا شنو تبدل هذيك راه عبنيه راه الدراري باقين صغار راه باقين ما تيعرفوش احنا درنا مثلا هاد الدراري غنخليهم مثلا هو ما واعيش وما قاريش الدراري درنا مثلا غنخليهم السيده مني غتولد غتبغي ليا ولاد غتبغي ولاد مرا اخرى لا ها ما غتبغيش ولاد مرا اخرى كيشنا باش تقول زوجة أب أمي الوالدة لا كذوب مقرينها والله حتى مقرينها قسما بالله ونحلف عليها تقليد نهزو على كتافي مقرينهم تيقريوهم كتقول لهم ماما ما نفرقكش معاك انا ولادي الا ما كنتش حداهم ما ينعسوش شتي ولادي الا ما كنتش حداهم ما ينعسوش ولا ما كانوش حدايا ما نعش وما تنبغيش ندير دابا شنو غندير نمشي ندير الفوضى كل شحال من مره كيشدهم ليا نصيفطو مع في العطله تيشدهم حقه وتيقول لك الدراري تيقراو تما ما تيقراوش هنا قال لك تيقراو تما في حداه حيت كنت عايشه في داري كانت بركه في الداري كنت عايشه في داري سد عليا البيت قتلني الجوع تيقول لي ديري كل شيء في البيت ما تجيش عندي فهمتي نصك شدي بيت كل شيء قال لي ديالي وشدي على البيت ديري فيه ديري فيه حتى الطوالي ديري فيه كل شيء هربت تمتي قال ما بغيتوش حيت قلت المسطره غدوز دغيا المخزن غيعطيني حقي غنرجع لداري وغنعيش مرتاحه ما شفت والو ما شفت والو باقه المشكل ديال الدار تيقولوا لي الناس معطل
انا ما عنديش ورد ونفاق انا عندي صداقه محطوط في الكاغط مليون وباقي معطاه منه تريال ما عاطيني تريال باقي ما يتقال لان الحروج ختموا المباشر ناي باش نعرف انا الدراري دابا راه باركي معايا وكنشد لهم موطور كاع الماطر سول على الماطر يا تريبورتورات تريبورتورات راه كل نهار نطلب واحد تنقول لهم ديوني عا بخمسة دراهم تيبغيو يتخلصوا في الدراري وتخلصوا فيا تنقول لهم لا ديوني عا بخمسة دراهم راه ما عديش كان ديما سولوا المدير لا هو كذب سولوا المدير الدريه راه يلاه مشات غنمشي البيت علي اذا ونجي ودابا حاليا بنتي قالت لي شوفي يا ماما عطيني 3 ايام نجلس معاهم مع 3 ايام ماما وغنجي عندك انت راه ديما انا معاك قالت لي انا ديما انا معاك عطيني عاد 3 ايام نقعد معاهم شويه حيت لقات دابا هما ام الفين صحابهم تما الدراري كيلعبوا معاهم وحتى حقه تيخليو تيخليهم دابا كون كنصيفطهم في العطله تيخليهم حتى ال 11 هما في الزنقه 11 ديال الليل جلس كول وشرب مع السيده وضحكوا ونشطوا خلي لي الدراري انا في الزنقه حتى ال 11 وكل شيء انا راه كنمشي تما وتنشوف كل شيء تنعرف واش كاين اب حقيقي ولا والو كاينش اب حقيقي كون كان اب حقيقي كون راه ما نوصلش انا لهاد المشاكل كاع الناس طلقت وخدات النصيب ديالها ومشات الله يعاون بلا صداع بلا غوت ما ديرش لك من حسب التصريحات لا ديرش لك فلاش الضو يعني الضو الضو ناقص سمعي لانه تيقول بانك درتي التيك توك باش تخلصي منه وباش تسهري منه بان اللايف اللي خرجتي منه بعد التصريح بان غير باش تطلعي القناه ملي كنت ديال التيك توك وانا كون بغيت نطلع القناه الله يستر والله ينجيني كون راني درت الروتين اليومي راه انا دايره التيك توك بحالي بحال الناس وفيها داكشي احترام باينه فيه كنطيب في الخبز في الفران باينه فيه كنطيب المسمن وتانا راه بغيت تانا عندي حق ندير التيك توك انا ما عيالات الرجاله ودايرين التيك توك مع راجلها وقاعد مع راجلها ويضحكوا ولاعبين وناشطين ودايرين التيك توك انا دايره التيك توك تماله فيها عيب هي راه محتاجه ما ناش عريانة ولا دايره روتين اليومي حتى هي محتاجه مسكينه كتخلصي من التيك توك والو يلاه درتو ويلاه درتو يلاه درتو ما كنتخلص منه ما حتى حاجه يلاه درتو ما تنعرفش ليه قسما بالله ما تنعرف ليه تنعرف هذيك اللعيبه صافي الملل وكتجلسي في الدار تدير الفيديوهات اييه وتا هي تا هي باغا لا جاب الله شي حاجه مالها كاين شي حتى يحرم راسه كيفاش الناس كاين حتى الناس كاع الناس دايرينو يعني المحتوى زوين اه ما دايرش شي حاجه ديال العرا ولا شي حاجه خايبه ولا شي حاجه عندي ولد اقول له سير اتق الله واحشم على عراضك راه هذاك الشيء اللي درتي ليا راه خاصك تعتذر خاصك تعتذر ونسامحك لا اعتذرتي نسامحك علاش فين غادي يزيد بي هادشي فين غادي يزيد بيه كتشوه فيا وتشوه في راه عندي ولد غدا ولا بعد غدا غيكبر خصوش يشوفني ندير شي حاجه خايبه يعني كتراعي الوليدات يعني عندي ولد وعندي بنيه وغيجيوني انساب وعندي وليد غيكبر غيولي عزريق خصهمش يشوفوا عليا شي حاجه خايبه رانا عاد رويش هذاكشي اللي تيقول فيا قسما بالله كون كنت بغيت شي حاجه راه الرساله اللي غتوجه الاخيره توجهها للناس اللي حسوا بينا وعرفوا هذا الشيء راه غادي يعرفوا مرات كما قلتي مرات الظروف مرات عييت صعيبه صراحه الله عييت مريضه اصلا هي مريضه تنحس بقلبي تيقول لي بارك عليا من المشاكل القلب ديالي تيقول علي قسما بالله قلبي في الليل تقول يا امي رجلي يرقدوا تحس هو شوف هو في العيد الكبير ما شري الولاد ولا عيد الكبير ما تفكرهم بكسوه بوالو ومشيت انا خدامه ما عيطتش مع ولادي ما عيطتش مع عائلتي مشيت خدامه في فيلا عند ناس معروفين مبغيتش نقولها كنمشي عند السمسار في تماره تيصيفطني وكنخدم في الديور قسم كنت كنبات عندهم شني ولا كلها جيت مزوقه بحاله فيا بوشويكه مشني ولا عندهم البيت خارج للجرده عندهم شني ولا ديال الربيع وعيطت ليه وخا مطلق ومباغيش يعطيني النفقه قلت ليه فلان خاصهم قزير قلت ليه فلان تعالى قلت ليه تعالى دبر على راسك وجا وشافني دايره التزاره واقفه ورجليا من فوق يتنفخوا دازوا عليا ربعات الحواله مسكينه شابه
جيتي قوت الله اكبر الله اكبر. جيتي خرجتي البارح يعني باش توجه الرساله ديالك. الساعه صدمني كمل عليا ولادي شوف هذاكشي اللي سدي عليهم هذاكشي اللي تيكذب كذوب يعني هذاكشي كامل كذوب شتي هذاك تيقول لك كتخون هذيك راه مني تحكمت ليا النفقه وطلقت وانا ما طلقتش باي راتي بغيت ولا ما كنت مرتاحه ولا راه شتي سمعتو كلشي كلشي سمعتوه ضريت ما بقاش ليا فين نزيد. دورنا كطاقم شوف تي في يعني كناخذ من الطرفين يعني ملي اتصلتي انت جينا لبينا النداء ديالك صورنا معاك اتصلت هو اعطينا حق الرد يعني المحكمه هي اللي كتاخذ هي اللي كدير التحقيق هي اللي كتسمع ليكم حنا جينا باش نوصلوك الصوص ديالك الناس القضاة المحامين المحسنين اللي بغى يتعاون معك شي حد يحسبك الاخت ام الجوليدات يعاونك بشي كما قلتي بغيتي انت بغيتي بنت ستري بغيتي شي مو يحيد لانك قرتي امك خوتك عايشه معاهم بغيتي انت شي مو يحيد فين تسكني بغيتي شي حاجه يعني فين تستقري وراني عاكريه راني عكاريه راه ما عايشاش مع دارنا راني عكاريه واش خوتي غيبقاو هازين ولادو شحال قدام يبقاو هازين ولادو 3 سنين وزيد عليها هاد العام ها ما شحال قدام عيشي النهار الاول مشيت عدو انا مشيت بولادي جيتهم معايا لعدو راه ولادو خاصو يتكفل بهم خاصو يتكفل بولادو النفقه دابا باقي متحكمات والو تيقول لي ما نعطيك حتى حاجه هو مني ما غتعطيني والو خليني نستر في داري انا وليداتي هذيك راه ضربت عليها تماره وضربت عليها تماره هذيك الدار الرساله الاخيره كأم محروقه يعني كتهضري والدموع عييت 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 وبكيت ما شافني حد شافني غير الله بكيت تاع عييت انا كنطلب منكم وكنطلب من المحسنين وكنطلب من هذا الفيديو يوصل لسيدنا سيدنا نصر الله اللي خطي علينا والاسره العلويه الله ينصركم والله يحفظك سيدنا والله ينصرك بغيت هذا الفيديو يوصل لسيدنا يوصل للناس المسؤولين ورحنا واخا تحقرنا في بلادنا تحقرت في بلادي وعانيت رانا تنبغي بلادي كاين القانون يعني الحمد لله كاين المحكمه راه يعني واخده انا ماشي ضد القانون انا عيطت انا بغيت نزرب ناخذ حقي رانا عييت هو ما مسوقش كاع ما مسوق ولكن انا راه كنطلع ونهبط ما عنديش الامكانيات الامكانيات ما عنديش انا راه كنبغي بلادي وعاش سيدنا ونصر الله يخليه لي خطي علينا سيدنا الله ينصرو الله يخليه لينا والله يحفظه لينا وكنطلب منكم تعاونوني الله يسهل عليكم هذه الرساله الاخيره الله يرحم لكم الوالدين اذا متابع الكرام متابع شوف تيفي يعني كما شفتوا القصه ديال يعني السيده اللي بان كتقول بان الزوج ديالي كيخوني بعد ما يعني حاول تيقول السيده تلاقيت معاها خطبتها هذيك كانت معاه قبل ما نطلق انا حيت كنسى يعني بعد ما سولت كاينه الزوجي قال كاينه الزوجي ما كاينه لا قسما بالله حتى هذيك السيده كانت معاه قبل ما هو عندي التليفون وعندي التسجيلات ديالها فهمتي عندي التسجيلات ديالها هذيك السيده كتعرفو قبل ما نطلقوا حنايا انا وياه قبل هو داخله معاه عليها زعما تحارب حتى هي معايا فهمتي معاونين عليا معاونين عليا يتحاربوا بغاو يحمقوني انا هذوك الناس بغاو يقتلوني بغاو يحمقوني راه مرضوني المرض رانا مرضت والحماق راه قريبا وصل لي عييت بزاف راه هي راه كانت معاه ماشي نقول لك مشى خطبها وهادي السيده راه خداها من بلا ما ندير المهم راه كانت معاه تحقرت انا بزاف ومني هي راه ناويه ماشي هي عارفه الفيلم كيفاش داير راه ماشي غنقولوا هي مظلومه ولا ما عارفاش تيقول لك تلاقيت معاك عارفه الفيلم كيفاش داير وعارفه انا خرجت وعندي حقي وعارفه انا مشرده والسيده ما فيها لا رحمه ولا شفقه في قلبها ما كاينش الرحمه كتحداني يلا جات
كتحداني يعني دخلات هي وياها جراو عليا داروا لي حالة. السيدة مشجعة معاه وباغا تحرر فين تجلس هي وتري عليا انا والدراري وفعلا نجحوا. انا كنطلب منكم عا سيدنا كنطلب من هاد المنبر هذا ولا ما عرفت هاد الفيديو هاد شوف تي في وصل اللايف يوصل لسيدنا وعاد سيدنا ويوصل لسيدنا ويوصل للناس المسؤولين ومحسنين. شكرا لك وتنتمنوا الرساله ديالك توصل لمتابعينا شوف تي في كاين الناس اللي يلا تحقوا بالمباشر اشواق بالضبط يعني الزوجة السابقة يعني بعد ما كانت تتهم الزوج ديالها بالخيانة بعد ما يعني تم يعني التحرش يعني بالأم والعائلة ديالو خرجت تتصرح بأنه يعني عدة اتهامات هبط الورق غير هبط تنساري الله يجازيك بالخير يعني تهمت عدة اتهامات. احنا دورنا كإعلامي كنجيو باش نوصلوا الصوت ديال المواطن صورنا معها تم اتصال من الزوج السابق كان له الحق الرد اعطاته اتهامات هي خطيره اليوم كترجع بان هذاك الشيء كامل كذوب هذا الشيء تيبقى النيابه العامه والمحكمه لان هما واصل المحكمه القضاء غياخذ يعني كل واحد الحق ديالو. متابعي الكرام متابعين شوف تي في من قليل يقول لكم استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه كنا معكم من تمسنا.